بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده عن البودي فلويدز، عن سوائل الجسم. هنقسمها لكومبارتمنتس، يعني الاجزاء مختلفه، وهنعرف ازاي نقيس، يعني نعمل ميجرنج لكل جزء من دول. يعني ايه بودي فلويدز؟ بودي فلويدز هي الفلويدز اللي موجوده في جسم الانسان، ذات بريزنت ان ذا هيومن بودي. جميل جدا. طيب، ربنا بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. بالفعل لو بصينا على اي خليه حيه سواء حيوانيه او نباتيه، هنلاقي ان جزء كبير منها تقريبا يمثل 70% او 80% من الخلايا دي عباره عن ميه. ولو قلت نسبه الميه دي عن النسبه اللي ربنا خلق الخلايا بيها، الخلايا دي بتتضرر جدا وبتبقى عرضه للموت والهلاك. لكن برضو نرجع ونقول ان نسبه الميه بقى لو بنتكلم على الانسان بتتفاوت من شخص لشخص بناء على 3 عوامل. يعني في 3 عوامل بيحددوا نسبه الميه اللي هتدخل في تكوين جسم الانسان ده. اول حاجه فيهم الايدج، السن. تاني حاجة فيهم السكس أو الجندر بتاع الشخص ده، هل هو ميل، يعني هل هو ذكر ولا في ميل يعني أنثى. تالت حاجة البودي كونتنت أوف فات، الفات والمية بيكرهوا بعض، لو زادت الفات لو زاد الفات بتقل المية، ولو قل الفات بتزيد نسبة المية على طول. طب بالنسبة للسن القاعدة بتقول إيه؟ القاعدة بتقول إن كلما كنت أصغر كلما احتوى جسمك على كمية أكتر، أو على سوري على نسبة أكتر من المية، وليس كمية. خلي بالك في فرق بين النسبة والكمية. طبيعي إنك كل ما بتكبر كل ما المية في جسمك بتزيد، لكن نسبتها بالنسبة لباقي المكونات بتكون أقل من نسبتها وأنت أصغر. فالقاعدة بتقول كلما كنت صغير كلما كنت أصغر كلما كان عندك جريتر فلويد في جسمك. برضو المين بيكونتين مور ذان وومن، الرجال عندهم ميه اكتر من الستات. خلونا نبص على النسب دي كده. الفيتس يعني ايه فيتس؟ ده الفيتس اللي هو الجنين. الجنين بيحتوي على 97% ميه. يتولد ويبقى اسمه انفنت، يعني طفل. الطفل عنده 75% ميه. لو بعد كده كبر بقى ادلت مان، يعني بقى رجل بالغ، نلاقي عنده 60% ميه. لو كانت ادلت وومن تبقى 55% ميه. لما يكبر ويبقى اولد بيرسون، نلاقي ان عنده 45% ميه. واضح جدا ان كل ما بنكبر كل ما الميه بتقل، او كل ما بنصغر كل ما كنا اصغر كل ما كانت الميه اكتر. طيب بالنسبه للفات، القاعده برضو بتقول ذا مور ذا فات ذا ليس ذا ووتر كونتنت. عشان كده الفاتي بيبل، الناس اللي هم الاوبيز، عندهم لور ووتر كونتنت في جسمهم. ودي الفكره اللي بيعتمد عليها الجهاز بتاع قياس نسبه الدهون في الدم. بيعتمد على الفكرة دي، ان هو يشوف نسبة المية، فبالتالي لما يلاقي نسبة المية قليلة يديك بقى يحلل لك نسبة الدهون في جسمك قد ايه. طيب ليه البودي فلويدز مهمة، وليه احنا بنتكلم عليها، وليه مدينها جزء من وقتنا ومحاضرة وفيديو وكلام زي كده؟ لان طبعا سبحان الله ربنا ما بيخلقش حاجة هباء. جسمنا قائم على مجموعة من التفاعلات الكيميائية الحيوية اللي لازم تحصل عشان نقدر ان احنا نعيش ونستمر على يعني على قيد الحياة. عشان التفاعلات دي تحصل لازم المواد الكيميائية تكون في حالة سوليوشن، يعني عاملة سوليوشن او تكون سوليبل، ما تكونش سوليد. مفيش مادة كيميائية بتتفاعل مع مادة كيميائية تانية وهي صلبة، لازم بتكون في حالة ايه؟ في حالة او عاملة سوليوشن، يعني عاملة محلول. فعشان كده ربنا خلق البودي فلويدز عشان تذيب هذه المواد الكيميائيه، عشان تخليها اول حاجه سوليبل، ثانيا عشان الكيميكال رياكشنز التفاعلات الكيميائيه تقدر انها تحصل. مش بس كده، ده البودي فلويدز دي بتوفر زي وسيله مواصلات، بتنقل المواد الغذائيه اللي الخلايا محتاجاها، وبتنقل الويست برودكتس يعني الفضلات بتاعه عمليه الايدل اللي بتحصل في الخلايا من الخلايا لوسائل الاخراج بتاعتنا. يعني من الاخر زي كده وسيلة مواصلات جوه الجسم. أي حاجة عايزة تتنقل جوه الجسم بتشيلها البودي فلويدز وتحركها. مش بس كده، في بقى وظائف أخرى. يعني عندنا جزء من البودي فلويدز اسمه ترانس سيلولار بودي فلويدز، دي ليها كل نوع منهم ليه وظيفة خاصة بيه. زي مثلا حاجة اسمها سي اس اف. سي اس اف ده اللي هو اختصار سريبرو سباينال فلويد، ده سائل موجود محيط بالمخ والحبل الشوكي. السائل ده وظيفته ان هو يحمي المخ والحبل الشوكي من الصدمات، يعني بيمتص الصدمات لانه بيحيط بيهم وبيغلفهم، ما يخليش المخ تحت العظم على طول، لا هو بيفصل بين المخ وبين الجمجمه اللي هو التجويف العظمي اللي بيحتوي المخ. ده مثلا مثال. فنرجع ونقول انها عامله زي وسيله مواصلات بالاضافه للوظائف الاخرى بتاعت كل نوع من انواع السوائل على حده.
divisions of total body water. total body water ده او الاختصار ده بيمثل كل كمية المية اللي في جسمنا. لو احنا بنتكلم على adult man وزنه تقريبا ال ideal weight اللي هو بيبقى 70 كيلو، فهنلاقي ان 60% من وزنه عبارة عن مية. 60% دول من ال 70 كيلو بيبقوا تقريبا 42 لتر، الاختصار بتاع total body water TBW. طيب التوتال بودي ووتر دول بيتقسموا لحاجه من اتنين، يا اما تبقى الميه دي جوه الخلايا فهنسميها انترا سيلولار، يا اما هتبقى بره الخلايا فهنسميها اكسترا سيلولار. الانترا سيلولار تمثل 40% من كل الميه اللي في جسم الانسان. اذا كانت الميه في جسم الانسان تمثل 60% من جسم الانسان، فالجزء منها اللي جوه الخلايا يمثل 40% والجزء اللي بره الخلايا يمثل 20%. يعني الانترا سيلولار تقريبا 28 لتر والاكسترا سيلولار 14 لتر. ايه ده يا دكتور، يعني الميه اللي جوه الخلايا بتاعتنا اكتر تقريبا ضعف الميه اللي بره الخلايا بتاعتنا؟ وخلي بالك من المعلومه اللي انا لسه قايلها دي، لانها ام سي كيو يسالك الانترا سيلولار علاقتها ايه بالاكسترا سيلولار، تقول انها ضعف او الانترا سيلولار الى الاكسترا سيلولار تساوي 2 الى 1. طيب الانترا سيلولار بالنسبه للتي بي دبليو 40 على 60 يعني 2 على 3، طب الاكسترا سيلولار بالنسبه للتي بي دبليو 1 على 3. دي كلها نسب وعلاقات مهمه جدا. طب ليه بقى الانتر سيلولار اكتر بكتير من الاكسترا سيلولار؟ لان طبعا عدد الخلايا في جسمنا رهيب جدا جدا جدا، والخلايا بتاعتنا متلاصقه ومتجاوره، فبالتالي الميه اللي جوه الخلايا هتبقى اكتر بكتير من الميه اللي بره الخلايا او اللي بتحيط بالخلايا. طيب خلاص خلصت التقسيم على كده؟ لا ما نسكتش برضو، نروح مقسمين الاكسترا سيلولار ووتر ل او الاكسترا سيلولار فلويد ل ثلاثه اقسام. يا اما يكون هذه الميه بين الخلايا وبعضها ولكنها ليست في الاوعيه الدمويه، فهنسمي هذا الجزء من الفلويد انترستيشال فلويد. يا اما تكون الميه دي موجوده في الاوعيه الدمويه اللي هي البلاد فيسلز، فهنسميها انترا فاسكولار فلويد، فاسكولار يعني اوعيه دمويه. يا اما تكون سوائل بتفرز من خلايا وتخرج من خلايا وتؤدي وظائف بقى معينه، زي ايه مثلا؟ زي السويت، العرق بيتفرز من السويت جلاندز عشان يخرج بره الجسم خالص، ده اسمه ترانس سيلولار، يعني سائل عبر الخلايا وخرج من الخلايا او تم افرازه من الخلايا، وده مش هنتكلم عليه لان كل سائل منهم انواع كتيره جدا هم، وكل سائل منهم هنتكلم عليه في وقته. احنا هنركز على الانترستيشن فلويد وعلى الانترافاسكولار فلويد. طيب الانترافاسكولار فلويد اللي هو السائل اللي جوه الاوعيه الدمويه بنسميه بلازما. يا دكتور هو البلد وكل حاجه، بس البلد ده مكون من خلايا اللي هي زي كرات الدم الحمراء، خلايا الدم البيضاء، الصفائح الدمويه، بالاضافه لسائل اسمه بلازما. فاحنا لما بنتكلم عن السائل اللي موجود في الاوعيه الدمويه ما بنقولش الدم، لا بنقول البلازما، لان الدم عباره عن سائل بالاضافه لخلايا، واحنا بنتكلم على السائل بس اللي هو الايه؟ البلازما. نقسم الانترفاسكولار فلويد لسائل موجود في الارتريز فنسميه ارتيريال فلويد، وسائل موجود في الاورده فنسميها فينس فلويد. جميل جدا. بص معايا على الرسمه دي، ادي البلاد فيسل يحتوي على بلازما، وبره البلاد فيسل تلاقي فيه خلايا، والخلايا دي فيها سائل نسميه انترا سيلولار فلويد، وبين الخلايا وبعضها فيه سائل، هذا السائل يحيط بالخلايا ويفصلها عن بعضها بنسميه انترستيشيال فلويد او السائل النسيجي، استيشيال يعني نسيجي. جميل جدا. لو دي التوتال بودي ووتر، الاسطوانه دي هي التوتال بودي ووتر، ادي التي بي دبليو اهو، هنلاقي جزء منها عباره عن اي سي اف، التلتين بتاع التي بي دبليو، خلي بالك اي سي اف يمثل تلتين التي بي دبليو، والاي سي اف اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد يمثل تلت التي بي دبليو فقط. فبيقول لك ان احنا نقدر نقول ان الاي سي اف از دبل اي سي اف، الاي سي اف ضعف الاي سي اف طبعا. طيب عندنا مفهوم مهم جدا اسمه ووتر بالانس، يعني اتزان الماء. طبعا عشان تحصل على حاجه اسمها هوميوستيزيس، يعني ايه هوميوستيزيس؟ هوميوستيزيس يعني الحفاظ على البيئه الداخليه لجسمك ثابته. في عوامل كتير داخله في تحديد البيئه الداخليه للجسم، زي ايه؟ زي مثلا درجه الحراره، ضغط الدم. من ضمن هذه العوامل ايضا الووتر بالانس، الاتزان المائي، ان جسمك يفضل يحتوي على كميه ثابته من الميه. فبالتالي عشان تحصل على البالانس ده لازم تكون الميه اللي داخله جسمك تساوي الميه اللي خارجه من جسمك. عشان نحقق البالانس ده لازم الفلويد انتيك، يعني الميه اللي داخله جسمي، تساوي الفلويد اوتبوت او السوائل اللي خارجه من جسمي. طيب ايه مصادر السوائل اللي داخله جسمي؟ طبعا المصدر الاساسي هو درينكينج، انك تشرب ميه. طب ايه المصدر اللي بعد كده؟ الفود. انت طبعا في الاكل انت بتاكل يا اما نباتات يا اما لحوم وحيوانات،
ودي عبارة عن خلايا، واحنا لسه قايلين ان الخلايا اصلا سواء نباتية او حيوانية عبارة عن مية. فانت لما بتاكل انت برضو بتاخد مية بطريقة غير مباشرة، لانك بتاخد المية اللي موجودة في الخلايا اللي انت بتاكلها دي. وده جزء كبير على فكرة من مصدر المية بتاعك. الاكسديشن اوف فود، يعني ايه اكسديشن اوف فود؟ عملية كلمة اكسديشن يعني يعني حرق. انت لما خلاياك بتحرق المواد الغذائية اللي انت بتاكلها، جزء كبير من الحرق ده بيطلع مية. او زي ما انتوا عارفين ان اي حرق لاي ماده عضويه زي الكربوهيدرات مثلا بينتج سي او 2 وبيطلع ميه وكمان بيطلع طاقه. فعمليه الاكسديشن للفود اللي انت اكلته ده برضه بينتج عنه ميه. تقريبا كل الميه اللي بتدخل جسمك في اليوم بتبقى حوالين 2300 مللي، يعني لترين وثلاثه من عشره. طيب ازاي بقى بتخرج ميه؟ بتخرج ميه عن طريق الكيدنيز، عن طريق الكلى اللي هو اليورين البول، وده تقريبا بيبقى 1400 مللي في اليوم. اللانجز مع النفس بتاعك بيخرج بخار ماء، ده بيمثل 700 مللي من الميه اللي بتخرج من جسمك يوميا. السويتنج العرق تقريبا بيبقى 100 مللي في الظروف العاديه، ما بنتكلمش على واحد بيلعب ماتش كوره ممكن يطلع لترين عرق اصلا وهو بيلعب، ما بنتكلمش على واحد في بلد افريقيه او رايح زياره لبلد افريقيه الجو حر جدا جدا فهيعرق اكتر من كده بكتير. احنا بنتكلم على حد في ظروف طبيعيه. الستول اللي هو البراز بيخرج معاه تقريبا يوميا 100 مللي، وبرضه احنا بنتكلم على حد طبيعي مش حد عنده دياريه يعني اسهال. لو في دياريه لا طبعا الرقم ده ممكن يزيد جدا، يبقى اكتر حتى من كميه الميه اللي بتخرج من الكيدنز. فبالتالي لازم الميه اللي داخله تساوي الميه اللي خارجه عشان نحافظ على الميه اللي موجوده في جسمنا ثابته ويبقى بوتر بس. يعني ما ينفعش الميه اللي في جسمنا تزيد ولا ينفع تقل. طب لو حصل مثلا فرضا يا دكتور واحد في صحراء وعمال يعرق كتير جدا وما بيشربش ميه، الراجل ده هيدخل في حاجه اسمها نيجاتيف ووتر بالانس، يعني الميه اللي خارجه من جسمه هتبقى اقل من الميه اللي داخله جسمه، فيحصل له حاجه اسمها دي هيدريشن يعني جفاف. يبقى الراجل ده يحصل له ايه؟ جفاف. طب الجفاف ده خطير يا دكتور؟ اه خطير جدا. ليه؟ طبعا لما بيعرق الميه اللي في الغدد العرقيه بتاعته بتقل، فبالتالي الغدد العرقيه نفسها الكونسنتريشن بتاع السوليوتس اللي فيها هيزيد زي ما خدنا في الاوزموزس، فتبدا تشفط ميه من الدم، والدم لما يدي ميه للغدد العرقيه الميه اللي فيه تقل، فالكونسنتريشن بتاعه بتاع المواد اللي فيه تزيد، فيبدا يشفط ميه من الانترستيشال فلويد، والانترستيشال فلويد يخلص الميه بتاعته فيبدا يسحب ميه من الخلايا بتاعت الجسم كله، كل الخلايا بتاعت الجسم تفقد ميه فيحصل لها دي هيدريشن. واحنا لسه قايلين ان الخلايا لو فقدت ميه طبعا تبقى عرضه للهلاك. عشان كده برضو في الاطفال اللي بيجي لهم نزلات معويه واسهال شديد، اسهال اكتر من مره وكميات كبيره، بنبدا ننصح الام ان لازم الطفل ده تعوضيه بميه قدر الامكان، ولازم نديله محاليل اسمها محاليل معالجه الجفاف عشان الطفل ده ما يدخلش في جفاف. ولو لا قدر الله وصل لمرحله عاليه من الجفاف بنبدا نعلق له محاليل بقى وريديه، نعلق له محاليل ورديه عشان نعوضه عن الميه اللي بيفقدها، لان طبعا جسم الطفل مكون بنسبه اكتر من ميه اكتر من الراجل. يعني الطفل عنده 75% لكن الراجل الكبير عنده 60%، فواضح جدا ان جسم الطفل معتمد على الميه ولا يحتمل نقص الماء، لان هو ربنا خلقه معتمد على الميه. فاي نقص الميه في الطفل طبعا بيخليه عرضه للموت. وكمان الطفل يعني كائن ما بيقدرش ان هو يتكلم يعبر يقول انا عايز اشرب عايز اعمل، لكن انت كراجل معلش لما تدخل يجيلك دايرية مرة واتنين وتلاتة وتحس ان انت عطشان بتروح على التلاجة بتجيب المية وتشرب مية على طول، الطفل ما بيقدرش يعمل حاجة زي كده، فبيبقى عرضة فعلا لموضوع الجفاف ده. طيب الكومبوزيشن اوف ذا بودي فلويدز، تركيب بقى كل بودي فلويد، احنا هنتكلم على ثلاث اقسام من البودي فلويد اللي هو الانترستيشال فلويد والبلازما اللي هما الاثنين مع بعض عاملين اكسترا سيلولار فلويد، وهنتكلم عن الانترا سيلولار فلويد. بيقول لك ان الانترستيشال فلويد اللي هو اختصاره اي اف والبلازما ار ماتش سيميلر، متشابهين مع بعض جدا بخلاف الاي سي اف اللي هو مختلف عنه. يبقى الانترستيشال فلويد والبلازما متشابهين مع بعض في التركيب، يعني المكونات اللي داخله فيه تركيبهم تقريبا متشابهه ومتساويه في كمياتها تقريبا، بخلاف الاي سي اف اللي هو يعتبر عكسهم في كل حاجه. تعالوا نبص على الكيرف ده كده، ادي مثلا الصوديوم اللي داخل في تركيب الثلاث سوائل دول، ادي الانترستيشال فلويد باللون ده بني فاتح مثلا، وادي الانترستيشال فلويد باللون اللبني، مع احترامي يعني للبنات اللي هم اكيد هيختلفوا معايا على الالوان دي، وادي البلازما اللي هي باللون الاحمر تقريبا.
ادي الصوديوم، لو بصينا على الانترستيشال فلويد اهو، وادي البلازما تقريبا يحتوي على كميات متقاربه جدا من الصوديوم. بص بقى على الصوديوم اللي موجود جوه الخلايا اللي هو في الانترستيشال فلويد، تلاقيه اقل بكتير جدا من الصوديوم اللي بره الخلايا. يعني نقدر نقول من الحته دي بس ان الصوديوم طبيعي موجود بره الخلايا اكتر بكتير من جوه الخلايا. برضه نفس الفكره في الكلورايد، بص على الانترستيشال فلويد، بص على البلازما تلاقيهم تقريبا زي بعض، بص على الانترستيشال فلويد تلاقيه اقل بكتير منهم. يعني الصوديوم والكلورايد، طبعا لان الصوديوم واضح ان الصوديوم والكلورايد بيبقوا مرتبطين مع بعض ان اي سي ال، فلو كان الصوديوم بره الخلايا اكتر اكيد الكلورايد هيبقى بره الخلايا برضو ايه اكتر. وخلي بالك من المعلومه دي مهمه جدا. تبص مثلا على البايكارب، البايكارب تلاقيه برضو بره الخلايا اكتر من جوه الخلايا، وفي الانترستيشن فلويد والبلازما تقريبا زي بعض. بص بقى على البوتاسيوم، العكس، البوتاسيوم موجود جوه الخلايا اكتر بكتير من بره الخلايا عكس الصوديوم. يبقى البوتاسيوم عكس الايه، عكس الصوديوم. برضو الفوسفيت موجود جوه الخلايا اكتر من بره الخلايا. الكالسيوم تقريبا النسبه يعني متقاربه، لكن يزال جوه اكتر من بره. المغنيسيوم جوه اكتر من بره. تيجي بقى على البروتين، تلاقي البروتين جوه الخلايا اكتر من البروتين بره الخلايا، مفيش مشكله. بس بص على البروتين في البلازما والبروتين في الانترستيشال فلويد، تلاقي البروتين في البلازما اكتر بكتير من البروتين في الانترستيشال فلويد. يبقى الانترستيشال فلويد والبلازما تقريبا كانوا متشابهين في كل حاجه ما عدا مين، انفصلوا في البروتين. البلازما عندها بروتين اكتر من الانترستيشال فلويد. طب ايه تفسير يا دكتور الظاهره دي؟ ليه البروتين تحديدا وقف وليه باقي المواد متشابهه؟ قال لك لان باقي المواد عندها حريه الانتقال ما بين البلازما وما بين الانترستيشال فلويد، فتقريبا هتبقى في حاله اتزان. حالة اتزان يعني الكميات بتاعتها هتبقى متساوية في الاتنين. لكن تعال على البروتين، يقول لك البروتين ده بيتصنع في الليفر وبيتم اطلاقه للاوعية الدموية، والبروتين يعني حجمه بيبقى كبير جدا زي الالبومين مثلا، فبيبقى حجمه كبير ما بيقدرش ان هو يعدي من الاوعية الدموية عشان يدخل انترستيشال فلويد. فبالتالي البروتين يبقى موجود في الانترفاسكولار فلويد اللي هو البلازما، ما يقدرش ان هو يدخل الانترستيشال فلويد. طب يا دكتور ليه الانتروسيو فلويد عنده بروتين كتير؟ لان برضو الخلايا بتاعتنا عندها القدره على تصنيع بروتين، وبتحتفظ بالبروتين ده بعد ما تصنعه، او ممكن تطلقه في الدم، يا اما تطلعه للدم يا اما ايه تحتفظ بيه، فبالتالي برضو يبقى عندها بروتين. جميل جدا، عايزك تحفظ تاخد سكرين شوت للكيرف ده وتخليه عندك لانه مهم جدا جدا جدا. طبعا وحدات القياس بتاعتنا ملي ايكويفالنت لكل لتر، ملي ايكويفالنت لكل لتر. في بقى معلومة مهمة جدا بيقول لك worth to be mentioned، ان يعني معلومة جديرة بالذكر، ان الفلويدز بتاعت كل كومبارتمنت، كومبارتمنت يعني جزء من الاجزاء اللي احنا قلناها عليها اللي هو الانترستيشال فلويد ده كومبارتمنت، البلازما دي كومبارتمنت، الانترستيشال فلويد ده كومبارتمنت، كل فلويد داخل في تكوين الكومبارتمنتس دي يعتبر دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني متحرك. يعني ايه متحرك؟ يعني يقدر المية بتاعت كل كومبارتمنت تقدر تدخل باقي الكومبارتمنتس. يعني المية اللي موجودة في الخلايا تقدر تخرج لبره الخلايا، او المايه اللي موجوده بره الخلايا تقدر تدخل جوه الخلايا. طب مين اللي بيتحكم في الموضوع ده؟ عمليه الاوزموزيس. يبقى الموضوع متوقف على ايه؟ على الاوزموزيس. شوف ايه العوامل اللي كان بيحصل بناء عليها اوزموزيس، وبالتالي هي دي اللي بتتحكم في او هي دي اللي بتتحكم في حركه المايه من كومبارتمنت لكومبارتمنت تاني. طيب ندخل بقى في جزء شيق وممتع، عايزين نقيس كل كومبارتمنت من دول. احنا قسمنا التوتال بودي ووتر، او قلنا ان عندنا حاجه اسمها توتال بودي ووتر، والتوتال بودي ووتر متقسمه لانترفاسكولار واكسترافاسكولار. فاحنا كده عايزين نقيس لغايه دلوقتي توتال بودي ووتر، وعايزين نقيس الانترفاسكولار، وعايزين نقيس الاكسترافاسكولار. ما سكتناش، قلنا الاكسترافاسكولار عباره عن انترستيشال وبلازما، عايزين نقيس الانترستيشال فلويد، وعايزين نقيس برضو الايه البلازما. كلام جميل جدا. طيب احنا هنعتمد في القياس بتاعنا على مبدا اسمه مبدا التخفيف، او دايليوشن برنسبل، مبدا التخفيف. ايه مبدا التخفيف ده؟ قبل ما اشرح لك مبدا التخفيف خليني اديك مثال كده. نفترض ان احنا مثلا في مجموعه اطفال جوه اوضه وقافلين على نفسهم واحنا مش عارفين عددهم، تمام؟ عايز اعرف عددهم. هنروح عاملين خطه في منتهى الذكاء وركز معايا فيها. هنجيب 10 جنيه، احضر 10 جنيه وارميها للاطفال دول من تحت عقب الباب، تمام؟ وقول لهم وزعوهم على بعضكم بالتساوي. انت اديتهم 10 جنيه وقلت لهم ايه؟ يا شباب وزعوهم على بعضكم بالتساوي. جميل، وهم سمعوا الكلام وناس محترمين ووزعوا الفلوس على بعضهم ايه؟ بالتساوي. اول واحد منهم يخرج من الاوضه تروح واخده وتفتشه تشوف معاه فلوس قد ايه.
فرضا لقيت مع الطفل ده 2 جنيه وهو ما كانش معاه فلوس قبل كده، وهم وزعوا الفلوس برضه على بعضهم بالتساوي، تقدر تستنتج عدد الاطفال الموجودين في الاوضه؟ دي مساله تانية ابتدائي تقريبا، صح ولا ايه؟ اه انا اديتهم 10 جنيه ونصيب الفرد منهم 2 جنيه، يبقى 10 على 2 5، يبقى الافراد اللي جوه الاوضه 5 افراد، صح ولا ايه؟ هو ده المبدأ اللي احنا هنستخدمه في قياس او حساب كل كومبارتمنت من الكومبارتمنتس اللي موجوده في جسمنا. هنعمل ايه؟ هنجيب ماده من بره الجسم، الماده دي لازم تتوزع على الكومبارتمنت اللي احنا عايزين نقيسه كله، تمام؟ يعني لو احنا بنقيس التوتال بودي ووتر لازم اجيب ماده بتتوزع على كل التوتال بودي ووتر بجزئيه الرئيسيين اللي هم الانترا سيلولار فلويد والاكسترا سيلولار فلويد. وبعد كده اروح واخد عينه من التوتال بودي ووتر دي واشوف تركيز الماده في العينه دي قد ايه، واروح قاسم الاماونت بتاعت الانجكتد سبستنس الماده اللي انا حقنتها كلها على الكونسنتريشن اللي انا لقيته في العينه اللي انا خدتها، هيديني الفوليوم بتاع كل الفلويد ده. تعالوا نبدا مع اول فلويد، مع اول كومبارتمنت اللي هو او مع التوتال بودي ووتر. بقى ازاي اقيس التوتال بودي ووتر؟ يا دكتور انا عايز ماده الماده دي تتوزع على سوائل الجسم كلها، الانتروسير منها والاكستراسير، هل في ماده زي كده؟ اه في مواد كتير زي الميه مثلا. اه بس خلي بالك الميه العاديه بتاعتنا فيها مشكله انها اصلا موجوده في جسمنا، انت متخيل؟ فانت هتفرق ازاي الميه اللي موجوده في جسمنا عن الميه اللي انت هتحقنها من بره؟ يبقى الميه هي اللي عندها القدره انها تتنقل بشكل حر ما بين كل الكومبارتمنتس وبعضها، صح ولا ايه؟ بس انا ما اقدرش استخدم الميه العاديه، امال استخدم انه نوع من الميه؟ استخدم ميه اسمها هيفي ووتر. الميه العاديه رمزها H2O، الهيدروجين بتاعها رمزه H2. لا انا بجيب ميه اسمها هيفي ووتر، دي بتبقى عباره عن D2O. الدي ده اختصار ديتريوم، الديتريوم اوكسيد ده اللي هي الهيفي ووتر، بنستبدل الهيدروجين بايزومر ليه، يعني بهيدروجين مشابه ليه، لكن بيبقى عنده واحد نيترون اكتر من الهيدروجين العادي، فبالتالي نقدر ان احنا نستخدم ميه مختلفه على الميه اللي موجوده في الجسم عشان نقدر نميزها بعد كده لما ناخد عينه ونشوف تركيز الميه دي فيها قد ايه، ونحقنها ونخليها تتوزع، وبعد كده ناخد عينه واحنا عارفين احنا ادينا ميه قد ايه، حقنا ميه قد ايه، نقسم الميه اللي احنا حقناها على الكونسنتريشن بتاع الميه في العينه اللي هناخدها بعد كده. جميل جدا. طيب دلوقتي احنا عايزين نقيس الاكسترا سيلولار فلويد. ازاي نقيس الاكسترا سيلولار فلويد؟ انا هنا في الاكسترا سيلولار فلويد ركز بقى معايا وشغل دماغك معايا، انا عايز ماده تدخل البلازما وتتنقل من البلازما للانترستيشال فلويد، ما هم دول مكونات الاكسترا سيلولار فلويد، بلازما وانترستيشال فلويد، وما تدخلش جوه الانترا سيلولار فلويد، لان لو دخلت جوه الخلايا كده خلاص هيبقى زيها زي الماده اللي استخدمناها في قياس التوتال بودي ووتر. انت عايز ماده تتنقل ما بين البلازما والانترستيشال فلويد وما تدخلش للانترا سيلولار فلويد. مين الماده دي؟ قال لك الماده دي ماده سكريه اسمها مانيتول. المانيتول بيعمل القصه اللي انت بتتكلم عليها دي، ما يقدرش ان هو يدخل جوه الخلايا، فبالتالي بنجيب شويه مانيتول نحقنهم واحنا عارفين احنا حقنا قد ايه، وبعد كده ناخد عينه، العينه دي هنشوف تركيز المانيتول فيها قد ايه، نقسم الكميه اللي احنا اديناها على التركيز اللي احنا لقيناه، نطلع بيه الفوليوم اوف فلويد بتاع الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى المانيتول لما استخدمه هيقيس لي الاكسترا سيلولار فلويد مش هيقيس لي التوتال بودي ووتر. طيب يبقى احنا دلوقتي قسنا التوتال بودي ووتر وقسنا الاكسترا سيلولار فلويد، فاضل لنا مين؟ الانترا سيلولار فلويد. نقيس ازاي الانترا سيلولار فلويد؟ اه يا دكتور ده احنا عايزين ماده تدخل جوه الخلايا وما تتوزعش على الاكسترا سيلولار فلويد، هل ده ممكن؟ مستحيل. انت هتحقن ماده في الدم، ازاي الماده دي عايزه تدخل على كل الخلايا اللي في الجسم وما تمشيش في الدم وما تمشيش في الانترستيشال فلويد؟ طبعا مستحيل. امال نعمل ايه يا دكتور؟ يعني نستخدم ايه ولا يا باشا انت لسه قايس التوتال بودي ووتر ولسه قايس الاكسترا سيلولار فلويد، ما تطرح التوتال بودي ووتر من او ما تطرح الاكسترا سيلولار فلويد من التوتال بودي ووتر يطلع لك الانترا سيلولار فلويد. الموضوع بسيط جدا، صح ولا ايه؟ اه ركز كده ما تقعش في الفخ ده، تمام. طيب احنا قلنا يا دكتور ان الاكسترا سيلولار فلويد عباره عن بلازما وعن انترستيشال فلويد، احنا عايزين نقيس البلازما وعايزين نقيس الانترستيشال فلويد. جميل جدا، نبدا بالبلازما. ازاي نقيس البلازما يا دكتور؟ احنا هنجيب ماده الماده دي تمشي في البلازما وما تطلعش من الاوعيه الدمويه، يبقى ماده غير قابله على الانتشار من الاوعيه الدمويه. هل عندنا ماده زي كده؟ اه عندك صبغه اسمها ايفانز بلو. صبغه ايفانز دي بتعمل القصه دي، تحقنها في الاوعيه الدمويه ما تقدرش انها تنتشر بره الاوعيه الدمويه، يبقى انت ضمنت انها هتتوزع بالتساوي على البلازما فقط. هتجيب الماده وتشوف انت حقنت قد ايه، وبعد كده تاخد عينه تشوف التركيز بتاع الماده في العينه دي، تقسم الكميه اللي انت حقنتها على التركيز يطلع لك الحجم بتاع البلازما. طيب دلوقتي فاضل لنا اخر حاجه، عايزين نقيس الانترستيشال فلويد. هنقيس الانترستيشال فلويد ازاي؟ احنا عايزين نجيب ماده الماده دي تدخل الانترستيشال فلويد
من غير ما تعدي على البلازما ومن غير ما تدخل الخلايا. طبعا مستحيل، اي ماده انت هتحقنها لازم بتحقنها في الدم، يعني بتحقنها في البلازما، فطبعا مستحيل ده يحصل. امال نعمل ايه يا دكتور؟ يا حبيب قلبي انت لسه قايس الاكسترا سيلولر فلويد، ولسه قايس البلازما، هتطرح البلازما من الاكسترا سيلولر فلويد يطلع لك الانترستيشال فلويد. واضح الكلام؟ اعتقد ده كان امتع جزء في المحاضره النهارده. لو في اي استفسارات انا تحت امركم. كده ابقى خلصت البودي فلويدز، درس من اسهل الدروس وبيتاخد كمقدمه، ما بيجيش فيه اسئله كتير، الاسئله بتاعته كلها بتبقى ام سي كيو سهله يعني، ما بتخرجش عن الاطار اللي احنا قلناه. شكرا ليكم.